الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ودوزتوا العيد ديالكم مزيان إن شاء الله يا ربي. اليوم صايبت الزعلوك بالقرعة السلاوية، كيجي رائع زوين بنين بزاف. القرعة السلاوية راه موجودة في المغرب اللي هي في إيطاليا، مكنلقاوهاش بزاف. مرة مرة كنلقاو غا وحدة، كنشريو غا وحدة، مكنشريوش القرعة بزاف، أنا كتكون غا وحدة طويلة. وانا بعدا كنشري غير وحده، ملي كنلقى هذيك الطويله ولا كدير ليا جوج مرات ولا ثلاثه. الاغلبيه كندير انا غير شوربه هي اللي كنديرها الا ما درتهاش في الطاجين هكا ولا شي حاجه. المهم هو الطريقه ديال الزعلوك كتجي بها زوينه، حتى هي كنصايبها بها. وقلت علاش ما شاركهاش مع المشاهدين والمشاهدات ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها انتم في البيوت ديالكم. يلا ما نطولش عليكم، غادي نخليكم على الطريقه والمكونات ديال هذا الزعلوك بلاتي، وبعد حتى نوريكم النتيجه. ها انتم شفتوا، ها هو دابا غادي نوضع في الطبق ديالي ديال التقديم بهذا الشكل. هذا كيجي رائع، بنين 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 بزاف، ماشي غير شويه، تيجي معلك، تيجي زوين. انا فيه الحامض، فيه الحار، فيه الربيع، فيه كل شيء، داكشي ديال المكونات ديال الزعلوك هما هادو. كيعجبني انا بزاف، ماشي غير شويه. الزيتون ما متوفرش عندي، الا كان عندكم الزيتون ديروه فيه، ما كنبغيش انا داك الزيتون ديال الزنقه ديال الصودا، ما متوفرش عندي. كاين عند والدي ولكن مازال ما طايبش، دونك ما درتوش. هذا الشيء اللي كاين. والخبيزات، ها هما الخبيزات اللي دارت الوالده، هما هادو، هادو اللي درت انايا بالزرارع، ها هما، وهادو اللي بسميده. هما كيجيو فنين من الداخل ديالو، كيجي فارك الخبز ديالهم، كيجي زوين. وبالخرقوم، بالكركم. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شجعتكم قالت كلشي نبدا بجام. ما نطولش عليكم، يلا خليكم على الطريقه والمكونات، ورشتكم ممتعه. بالنسبه للمكونات عندي هنا القرعه السلاويه، ها هي كما كتشوفوا، غتكون الحبات ديالها صغيرين وفتيين، ما تكونش داك غليظه واللي فيها الزريعه ولا شي حاجه. المهم حاولوا ما امكن يكونوا هذوك الصغيرات، الا كانوا حتى دوك الكبار يعني غتحيدوا لهم الزريعه من الوسط. المهم انا في هذه الحاله كندير غير هذوك الصغيورين. هنا عندي القزبر مع الثوم والمعدنوس، هنا عندي الحامض مصير، وعندي واحد جوج حبات ديال الطماطم، زيت الزيتون، وعندي الكمون، عندي البابريكا، وعندي مليحه في التوابل ديالي هما هادو. وغادي نبداو على بركه الله. اول شيء غادي ندير هو هاد القرعه، غادي نقيها وغادي نقطعها مربعات صغيورين. كنشد القريعه كيف ما قلت لكم، وغادي نقيها، غادي نقيها هكا بهذه الطريقه. هذه هادي كيف ما كتنقيو كاع الخضر ديالكم، تحيدوا ليها هاد القشور هادي لان قاصحين. كاين اللي كيستعملهم كيغسلها مزيان وكيستعمل القشور ديالها، ولكن انا في هذا الزعلوك ما كنخليهمش، كنحيدهم بهذه الطريقه. هذه هكا نجيب واحد الكراده، اوكي نستعمل هكا حتى ندير كلشي هاد القريعات اللي عندي. سهله كيف ما كديروا الجزر ولا البطاطا ديالكم ولا اي حاجه عندكم، كيف ما كتنقوها عادي. هنا من بعد ما قطعت كل شيء هاد السلاويه، من بعد ما نقيتها حيت ليها كاع دوك القشور ديالها، دابا غادي نديرها مربعات صغيورين بهذه الطريقه. هادي هكا نحاول نقطعها هكا مربعات هكا صغيورين. هادي راه ما فيهاش الزريعه كيف ما قلت لكم، عندها ديك الزريعه رقيقه صغيره يعني فتيه قابله للماكله، تتهضم يعني تتكال. اما الا كانت الزريعه ديالها غليظه ولا شي حاجه حاولوا تحيدوها ليها، حيدوا ليها الزريعه ديالها وكلوا غير هذوك الجناب ديالها. صافي غادي نستمر بهذه العمليه هكا نقطع حتى نكمل كلشي هاد القريعات اللي عندي. هنا من بعد ما كملت كلشي هاد البريعات، ها هما كيفما كتشوفو معايا، نقيتهم كاملين، غادي نوضعهم هنا في هاد المقلة، وغادي نضيف ليهم شوية ديال الماء، حيت هي راه شوية كتكون قاصحة القرعة، مكطيبش دغيا. اللي بغات تبخرها تبخرها، اللي بغات دير ليها الماء ديرها، نفس العملية ماشي مشكل. وغندير معاهم واحد شوية ديال المليحة، شوية ديال الملح، وغنخليها حتى تشرب هاديك الميها كلها، طيب فيها، وغادي نتلاقى معاكم. هي بين ما غادي طيب هنايا انا غادي نوجد هذيك لاصوص ديالها فاش غادي ديال السعلوك اللي كنديرو عاده، وغادي نوريها لكم دابا. هنا غادي نشد واحد الكاسرونه
وغادي نوضع فيها شويه ديال الزيت، زيت الزيتون هكا، وغادي ندير فيها هاد جوج صوص ديال الثوم، غادي نرققهم هكا بهذا الشكل هذا، ماشي بزاف رقاقين غير شويه، بغيتو تحكوهم حكوهم. انا كتعجبني دائما الثومه تكون باينه في الاكل، ما كتعجبنيش ملي ما كتبانش كتبقى غير النسمه ديالها، كنفضل انني نشوفها. المهم هكا، وغادي نوضعهم دابا على النار هاد الثوم هذا في الزيت، وغادي نمر دابا لهاد الطماطم هادي، غادي نشدها نمشي هادي، غادي نقطعهم وغادي نحكهم، غنحكهم في هاد اللعيبه هادي، ممكن ديروهم في الحكاكه ديال مولينيكس، الحكاكه ديال المطيشه اللي بغيتو نتوما. هاد الطريقه انا ملي ما كتكونش عندي الصلصه ديال الطماطم ديال المنزل كندير هاد الطريقه هادي وكنحكها. تشلط مزيان. بالنسبه للاخوات اللي سولوا لي على هاد اللعيبه هادي، هادي راه كانت عندي الوالده في طاليان وشريتها ليها، شريتها ليها من واحد السوق عندنا في ايطاليا. بالنسبه للبنات اللي كيسكنوا في المدينه ديالي في بيرغامو، كاينه في السوق ديال التنين، في السوق ديال التنين منين شريتها ليها ديال بيرغامو تشينترو ديال تشيتا ديال المدينه. وعندي ديك الاخرى انا ديال تابروير، ديك الماركه الاخرى غادي نخلي لكم الرابط ديالها في الاسفل ديال هاد الفيديو باش اللي بغاتها شوفها. وبالنسبه للاخوات اللي في اوروبا بغاو يشريوها راه اورديوها من الانترنت، ومن غادي نخلي لكم الفيديو لتحت منين تشريوها وتوصل لكم حتى للدار. راه كنت درت واحد المسابقه وانا نديرها وربحوها واحد جوج البنات وصيفطها لهم حتى للدار. بالحق ماشي هذه، هذيك الاوريجينال ديالها اللي ما كتخسر ما حتى شي حاجه، كتبقى مده طويله وزوينه، ديال تابروير اللي كتعرف هذيك الماركه لا تابروير. كانت زوينه كتساعد على بزاف د الحوايج، يعني كتسهل عليك، كديري فيها الربيع، ديري فيها الخضره كلها، كتشلضها. هذيك القرعه ما بغيتش نديرها فيها قبيله، خفت راه ترقق عليا بزاف وقلت راه نديرها هنايا، اما لو كان درتها فيها كانت هي ديرها مزيان. كنعرف انا القياس، هذيك بغيتها تبقى باينه باش يبان ليا الزعلوك، وانا كناكل فيه باينه ليا شنو كناكل القريعه ديالو. المهم هي هذه مطيشه، غادي ندير معها شويه ديال الربيع هكا، وغادي نضيفها لهذيك الثومه اللي كتشحر كيف ما شفتوا معايا. وضعت فيها دابا الربيع هكا، وغادي ندير فيها العطور ديالي، غادي ندير فيها الكمون، غادي ندير فيها واحد شويه ديال الكمون هكا، وغادي ندير الملح شويه ديال الملح، وغندير البابريكا، كتعجبني انا البابريكا، مع مصايبها الوالده في الدار. هادي اللي بعدا كاينه عرفتها من المصايبه كنكثر فيها شويه، وغادي ندير واحد شويه ديال الفلفل الاحمر الحار، حتى هو مصايبه الوالده هنايا في الدار هكا شويه، حار بزاف قالت لك الوالده حار بزاف، هي اللي مصايباهم في الدار. صافي غادي نضيفهم كيف ما قلت لكم لهذيك سميتو هذيك الثومه اللي راهي كتشحر. الثوم كيف ما كتشوفوا ها هي كتشحر في الزيته، غادي نضيف ليها دابا هاد الصلصه ديال الطماطم، هاد العطور كلهم، وغادي نحرك، غنقص عليها النار وغادي نخليها تغلى شويه، وغادي نمشي دابا نقطع الحامض مصير باش غادي نضيفو ليهم تا هو، نغطيها وغنخليها. دابا نشد الحامض المصير كيف ما قلت لكم، غادي نقطعو هكا شرائح، غادي نحاول نحيد ليه الزريعه، نحيد ليه الزريعه، وغادي نقطعو طريفات هكا صغيورين بالقشور ديالو بداك اللوب ديالو بكلشي ليه، غنحاول نحيد غير الزريعه منه ديال اللي كنحيد ليه. صافي حامض بعد ما قطعتو غادي نضيفو دابا لهداك الكاسرونه، عندنا المطيشه هي كتقلز، زدت عليها دابا الحامض هاد الصلصه ها هي طابت تقريبا، هنا القريعه هي ها هي وجدات، غادي نضيف ليها دابا قريعه وجدات، غادي نضيف ليها دابا هاد الصلصه ديال الطماطم هكا، غادي نحرك كلشي مزيان، غنحركهم وغادي نخليها هنايا على النار حتى غادي تلعبق كلشي هاد المكونات مع هاد القريعه
بغيتي تشحروا كلشي مزيان وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. هنا واحد العجين عجناته الوالده، نفس العجين اللي دارت معكم اخر مره، ولكن ما دارتش البلبوله، دارت النخاله، دارت في بلاصه البلبوله النخاله، وزدتها انا واحد شويه ديال الخرقوم وهاد حبيبات ديال النافع، هما هادو صافي. وانا غادي نقرصوها دابا. المهم راه فيها غير الفينو وفيها النخاله وفيها النافع وفيها واحد شويه ديال الكركم والخميره البلديه والخميره الاخرى ديك حبيبات الفوريه، هما هادو. وانا غادي نشكلها ليها دابا قريصات. الزرار عندي جبت معايا، الزرار على كنت تسولوني عليهم راه انا اللي مخلطاهم في الدار. ها هما كيف ما كتشوفوا معايا هادو، هما عندنا في ايطاليا كيتباعوا في واحد القرعه ديالهم فيهم كلشي، ولكن هادو انا راه اللي مصايباهم في الدار وجايباهم. دايره فيهم زريعه الكتان، دايره فيهم زريعه ديال الجنجلان، الخرقال، ديك ديال باللعمان، دايره فيهم زريعه القرعه، دايره فيهم كلشي كاع هادوك الزرارع شوفان. وجا معاهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نشد ندير خبيزات صغارين هكا، العجينه راه دهناها بالزيت من الفوق باش ما تلصقش، وغادي ندير ليها هكا فوق هذا الزرارع. هادي فيها حبوب الشيا، فيها كلشي، ها انتم ندير لهم هكا باش ما يلصقوش من الفوق ومن التحت. وغنرش شويه هاد اللاطه وغادي نوضعهم هكا، وغادي نحطهم هنايا بهذه الطريقه هذه. لما بلاتي تيطفوا شويه خليه ها نقرص يترخفوا شويه ونقرصوا. ملي تخاف ما تتحمش العجينه تكون غليظه، خاص العجينه عدا تكون مقرصه، لما كانتش مقرصه ما كتعجبهاش. الخبز اللي كان فيه البابه راه تيكون خايف، تيكون غليظ، تيكونش طايب، لا واخا يكون فارك وكلشي. دوك شمتوني مش فيهم البارح، لا جا زوين ديال البارح، جا زوين منبي واخا صافي. هاد الاخرين دابا غادي نديرهم بالسميده، بغات الوالده السميده قالت لي قرصي بالسميده، نقرص بها. وهادو درتهم انايا بهاد الزرارع هكا، نتلاقى معكم من بعد ما نكمل ان شاء الله. باش نغسل يديا باش ما نوسخش ليها بالسميده. نشرطهم واحد شويه بشي سكين هكا صافي، ونخليهم يخمروا. الاخرين ديال الوالده راه دارتهم في الفران تيسخنوا، وهادي بقات منهم ديال السميده صافي. قالت لي شرطي هذا ديالي ها هو ماما شرطنا صافي. يلا هانتوما شوفوا هاهما من بعد ما شرب هذيك العطريه كلها ديالو، نخليه مازال حتى يشرب مزيان ويتلابق هذاك الشيء، وغادي نقدمو لكم ان شاء الله. السلوك ديال السلاويه ها هو من بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا معايا، ها هو جا بنين بزاف. هانتوما يجي زوين رائع، جربوه ما غاديش تندموا عليه، غادي يعجبكم بزاف اللي كيعجبهم السلاويه، لان السلاويه ما عندهاش شي طرق كثيرين في الطبخ، لهذا خاص دائما نكتشفوا بهم طرق جديده. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه حتى نتوما في البيوت ديالكم. شجاعتكم القناه كلشي من بجنب باش يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جميعكم الفيديو، مع السلامه.